السلام عليكم إخواني أخواتي، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم. اليوم جيت لكم بواحد الوصفة اللي هي تقليدية محضة مغربية، أولا تقليدية 100%، فهي وصفة المهمات. دائما كنحب أنا نقدم لكم هذه وصفة المهمات. لماذا؟ قلنا باش ما تنقرضش وباش ما نهملوهاش، فهذه الوصفة مزيونة ومحبوبة ولكن تقريبا بزاف الاخوات اللي طلبوها لي حيت انهم ما كيعرفوهاش، لانهم كلوها عندي ما كيعرفوهاش، وحبيت بهذه الطريقه نقدمها الان وقدامكم تبارك الله، فهي زوينه، حاولوا تجربوها ما شاء الله عليكم. واذا نبقاو في المقادير، بسم الله على بركه الله. كما كتشوفوا قدامكم هنا عندي 2 كيلو عبرتها، اللي هي اللحم يعني الخروف، وحنا الحمد لله في موسم عيد الاضحى او في هذه الايام عيد الاضحى، فهي تقريبا بحال الكتلات. انا قطعتها قطع صغيره جدا كما كتشوفوا على هذا الشكل، فهي قطع صغيره. المهم كيكون عندنا طريفات بحال هكذا فيها، قطعتها رقيقه بزاف. فاذا بغينا نقولوا فكيجي بحال الخليع، لكن الخليع اللي تقريبا ما كيعجبنيش فيه، وحتى الابناء ديالي مثلا ما كياكلوش. انا ما كنعدلوش، لماذا؟ ماشي ما كنعرفش نعدلو، ولكن ديك الطريقه باش كيتشمش، باش كي الغبار، باش الذباب، باش بزاف الحوايج. فحبيت انا مثلا كنعملو هاد الطريقه اللي هو الحميس. الحميس الاخوات ما كيعرفوش، واستسمح على الهضره هذه، بزاف الاخوات ما كيعرفوش. فلما كلاو قالوا شنو هذا؟ قلت الحميس. فالحميس كذلك حتى هو يشبه الخليع، لكن الخليع فكنقدوه كنشمشو، كيبقى في الشمس واحد المده، وهذه مي هذا كنخدموه باللحم الطري كما كنطيبوا اللحم ديالنا. مثلا كنجيبوا اللحم كنقطعوه، غير هو كيكون منشف، ما كيكونش فيه الماء، مثلا كنغسلوه شي ونخليوه الميمان فيه. فبسم الله ما نطولش عليكم، انا غير نعطيكم واحد التعريف لان هاد الاخوات اللي ما كيعرفوش. فكنخدموه باللحم الطري كما كنطيبوا في الكوكوط ديالنا، اللحم مثلا بالخضر. فعندي قلت 2 كيلو، قطعتها قطع صغيره كما وريت لكم كتشوفوا هيدا. فهاد الوصفه هذه كتبات مرقده ليله كامله. فعندي هنا ندير لكم الثوم، عندي راس الثوم ماشي فص، فكركوبه كما كنبين دائما باليد ديالي، كركوبه ديال الثوم الاحمر، الثوم البلدي. وعندي كاس زيت الزيتون كما كتشوفوا هنايا، كاس زيت الزيتون مملوء جدا. ثم العطريه او التوابل كما كنبداو، غنبدا لكم بالسر اللي هو هاد الوصفه 100%، وكنحتاجوه دائما بزاف. عندي 2 معالق صغار ونص القزبر يابس، معلقه سكنجبير، معلقه كذلك الكركم او الخرقوم او الخرقوم البلدي، وجوج معالق معمرينش حتى هما الكمون، وعندي الملح كيبقى حسب الذوق، لكن هاد الوصفه كتبغي شويه ديال الملح زايد، لان هاد الحميس كيبقى واحد المده تقريبا اذا خليته تقريبا حتى 6 شهور. هذه وصفه المهمات، فكان بكري او جدات ما كانش عندهم مثلا لا ثلاجات ولا المجمدات، فكان كيخليوه تقريبا 6 شهور كيبقى لهم ما كيضيعش. وصفه خفيفه وزوينه. وكاين الانسان مثلا اللي كيبغي مثلا كيكون عكسان عيان مثلا او خدام كيجي في وسط الغداء، فانه كيجيب مثلا كيجبد هذا كيعدلو. انا حبيت نعملها بهذه الطريقه، وربما ان شاء الله اذا سحل فينا الحظ فغنوريكم الحميس كذلك اللي هو بقطع كبيره، قطع اللحم الكبيره. انا كنبغي على الطريقه هذه، لان كتبغي مثلا كتجيب واحد الوقت كتجبدو وكتفقس عليه او كتفخر البيضات ولا كتخلط عليه واحد البيضات، فكيجي هائل وزوين مع البيض مثل الخليع. اذا هذه التوابل اللي وريت لكم غنبداو على بركه الله غنسجمهم مع بعضهم، غنعملهم في واحد البانيو. انا الناس خويت هذاك الثوم ديالي، ثم التوابل ها هي كامله، بسم الله على بركه الله. هذاك الزويته قلنا كاس زيت البلديه او زيت العود او زيت الزيتون، فكنبقى كنخلط. الناس غتقولوا لي اذا هذه الوصفه هذه ناقص واحد بعض التوابل، راه ما كنعملوهمش تحميره. لماذا؟ لان الا بغينا نشوفوها من الفلفل، حنا خصنا الحوايج اللي كيكونوا مثلا يابسين باش ما كيطلقوش الماء، لهذا باش كيبقى واحد المده كبيره بزاف، واحد المده طويله الا بغينا نخليوه. انا غنوريكم، تبعوا معايا المراحل
وغنوريكم كيفاش كيبقى. كنبقى كنتلك هادو مزيان حتى كينسجموا مع الطريه. فالسر نجاح هذا الوصفه هذه هو القزبر اليابس والكيمون. تبعوا معايا تبارك الله عليكم. فكنبقى نجيب القطع ديالي على هذا الشكل، وكما قلنا كنمرمدها هنايا. إذا جربتوه غادي ترحموني عليه وتشكروني عليه، فكيجي زوين بزاف بزاف. تبعوا معي المراحل. فانا كنعمل معكم بهذا الشكل هيدا، وعلى هذه الطريقه بحق غنخليه ان شاء الله كنخليوه ليله كامله. ما كنعملوش الماء البنات او الاخوات او الاخوان اللي كلاو هاد الاكله هادي، هاد الحميس يسمى الحميس، يعني ما معناه كنحمصوا اللحم ما كيطيبش في الماء، ولا التوابل اللي كتكون كتطلق لنا الماء ما كنعملوها شي. فالقزبر اليابس والكيمون انا كنخدم وكنعاود لكم، والكيمون وكذلك شويه الخرقوم وشويه سكينجبير. فاذا لما دخلت هاد التوابل على هاد الشكل كما كتشوفوا، غنجيب واحد الفيل المونتير ولا ميكا ديالي اللي هي محكمه، وغادي نغطيه وغنخليه ليله كامله ان شاء الله. وكذلك باقي عندي مقادير اخرى لما غادي ان شاء الله نبغي نهيئ هاد الوصفه هذه امامكم. فغادي نغطيه وغادي نوريكم، او غنجيب بابي وغادي نغطيه امامكم. وقلنا البنات انتم كتشوفوا كنغطيه بواحد الطريقه محكمه، عفوا بلاتي باش ما خصنيش يدخل الهواء، ما تخليش يدخل الهواء لان غنعملو في النيبره. فتبعوا معايا مزيان كيفاش كنغطيه بواحد الطريقه جد جد محكمه باش ما يدخليش الهواء فيه. هانتوما لان كانت عندي واحد الثقبه تما تقبلي. فكنقطع وكنزير الفيل ديالي او بابي اليمونتير. الله يرضي عليكم. تبعوا على هذه الطريقه، ماشي الاخوات اللي طلبوه لي كيقول لك لا جانا مع شنو ما صبرناش ما عملش. فانا وريت لكم هذه الطريقه، باقي ان شاء الله اذا حال فينا الحظ ان شاء الله يا ربي السميع المجيب غنعمل معكم الحميس ان شاء الله بقطع اللحم الكبيره. فانا كنحبذ هذا لان كيبغيه وليداتي ومضار ديالي او الزوج، فكنعملو على هذه الطريقه هذه باش ملي كتبغي كتعمل عليه مثلا البيض فكيجيك صغير جدا كتحطه في الطبسي كيجي زوين. اذا اخواني اخواتي انا غادي نبيت هذا، انا كان عندي دجاج ولكن غادي نبيت معكم هذا الطريقه اللي كما قلت لكم انا كان عندي مهيئ، ولكن انا هيئته ضروري غنهيئه قدامكم. فكيجي على هذا الشكل. ويا ترى كيفاش اللحم اللي غادي يبات في الثوم وزي الزيتون والقزبر اليابس والكيمون كيفاش غادي يجي هائل يا سلام. فتبعوا معايا تبارك الله عليكم. من البنات لما عملناه ما انا كان عندي، ولكن نتوما قلت لكم كنخليوه ليله كامله. اذا حتى انا بيتو كان عندي ليله كامله، فكنحل عليه هيدا كما كتشوفوا بهذه الطريقه. بسم الله ها هو. يا سلام نسمة ديال الثوم والبصل، نقول عفوا بصل الثوم والزيت الزيتون زوين بزاف. اذا كان عندي انا هذا كاملين عندنا كيكون الحولي هذيك الشحمه ديال الكلوه، لان كاين جوج الكلوات كما كتعرفوا، فكنجيبوها نحكوها او اللي حبات كيكون عندها مثلا فاش كتب بحال اللي كنطحن الكفته فكذلك كتطحن او كتديها للكزه اللي كيطحنها الكفته كيطحنها له. فانا حكيتها مثلا في الحكاكه، وعندي واحد زيت كاس زيت الزيتون، كاس ماشي كبير ديال العنبه صغير على هذا الشكل هذا. اذا فكنمشي نعمل الطنجره ديالي فوق الغاز وكنعمل عليها هاد الشحيمه حتى كتطلق ليا، وغادي نوريكم كيفاش. قلنا البنات هيدا كنطوي هاد الشحيمه هذه هي اللي مقطعه على هاد الشكل الطنجره ديالي. اول امر قبل ما نعمل الحيمه ديالي كنعمل هاد الشحمه اللي قطعتها، وكنخليها كتبقى كدوب كما كتشوفوا. بسم الله. كنخليها كدوب على المهل لان البوطه ناقصه بزاف،
كي خصنا نخليو الغاز باش ما تحرقش لينا. ولا قلت دائما الوصفات ديالي انا كنعطيهم الوقت تبارك الله، اللهم زيد وبارك، باش كيعملوا باش كتطلع الوصفه مزيونه. اذا كنخلي هاد الشحيمه هيدا كما كتشوفوا، حبينا نحركوها ولا فهي غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم كتذوب بوحدها. اذا غنبقى كنحرك على هذا الشكل، ها هي كتذوب، انتما كتشوفوا فهي كتذوب، كنخليها كتذوب وكنزيد هذا الكويس هذا اللي هو زي الزيتون فقط. البنات انا ما كنعملش فيه الماء، المهم الطريقه ديالي هي هذه، وكيجي زوين وكيجي هائل. انا بغيت نبدا لكم بهذا لي قطع صغيره باش كيجي حتى هو مع البيض بحال الخليع. فكنبقاو هيدا كنخليهم كيذوبوا كاملين كما كتشوفوا على هذا الشكل. غنبقى كنعمل بحال هذا الشكل هذا، هكذا الحيمه ديالي كنعملها على هذا الشكل. ولا عملت لكم شي صوت البنات استسمح بزاف بزاف، خصني كنحطها باحكام لان راه غنبلو عليها عالطيب غير في الزويته ديالها. ثقوا بيا اذا جربتوه فما غاديش يتندموا، فهو ساهل. نعطيت لكم هذه الطريقه اللي هي سهله وكتوجد سريعه جدا، وحتى في الاكل كتجي زوينه وكتجي خفيفه. انا ما عملت لكمش اللحم يعني اللي هو بقطع كبيره، فعملت هذا كما كنعملو انا في الدار ديالي، لان باش كيجيكم مثل الخليع فكتقطعو نتوما كتشوفوهم طريفات صغارين. فلما كتبغيو كتعملوا له بحال الخليع، انا غنوريكم غير تبعوا معايا حتى لاخر الفيديو نوريكم كيفاش غتعملوا له. لاحظتوا معايا جيدا راه ما كنعملش فيه، انا ما كنعملش الماء. نسيم هذا القزبر يا سلام، والكيمون ما نقولكمش كيفاش كيجي زوين بزاف. انا الطريقه وريتها لكم كما هي، ف هانتوما كتشوفوا ما عندي لا ما غير الزويته ديك اللي بقات لي، فكنحاول نخويها على الحميس ديالي اذا كتب الله ان شاء الله وباراده الله سبحانه وتعالى. هانتوما كتشوفوا راه ما عملتش الماء قدامكم، والطنجره هي العافيه مهيله او الغاز مهيل بزاف. عفوا يدي اقصى. اذا فكنبقاو كنخليوه كما كتشوفوا هانتوما، فهي الزويته ديالو ديك الشحمه الكلوه باش كنعملوه هذاك باش كيتسمى الحميس. فراني ما عملتش الماء قدامكم، فكنضيف هنا انا داك كنضيف واحد معلقه السمن صغيره، والسمن كما كنقول لكم البنات فهو حار بزاف، انا ما كنبغيش نكثر لانه حار باش عاود ما يبدلنا شي المذاق، ما يبغيوش حتى وليداتنا مثلا ياكلوه. هو كيجي لذيذ كيجي هائل وصحي، ولكن زوين بزاف بزاف، عاود ما خصناش نكثروا. دائما كنقولوا الشيء اذا تجاوز حده انقلب الى ضده. وتبعوا معايا انا كنخليه دابا عملته على البوطه كما نقولوا على الغاز، البوطه او الغاز، فكنخليه هيدا في الزويته ديالو غير واحد شويه كيتقلى، ولكن السر ديالو هو الفحم. انا كنطيبو على المجمر، فتبعوا معايا مزيان، راه باقي ما غلاش، لما غادي يغلي كنحاول نقلب فيه يعني كنقلبو هيدا وكنخليه. السر اللي كاين البنات هو ان ما كيطيبش في الماء، يكذب عليك الكاذب اللي يقول لك الحميس طريقه الامهات والجدات. انا كنعملو منذ القدم ما نكذبش عليكم بزاف، يعني منذ الصغر ديالي الوالده ديالي، فهو ما كيجيش فيه الماء لان ساهل، ما غادي يقول لك لا دخلوا لا الفران ولا كتحمروا هيدا، كيبقى هيدا في الزويته ديالو على هاد الطريقه، يعني طريقه سهله مهله وزوينه بزاف بزاف.
ولكن اللي كيقتلو مزيان باش كيجي مزيون يعني كيطيب في خاطرو هو المجمر. انا غنخليه هذا يتشحر شويش معكم وغادي نديه نعملو على الفحم. انتما لما بدا شويه انتما كتشوفو كيغلي فكنبقى كنحرك هذا الشكل كنبقى كندور شويه بشويه. هانتوما كتشوفوا الماء من تحت كيبقى كيشبر على راسو كنبقى كندورو شويه هكا بحال اللي كنقلب. هانتوما خواتاتي اخواني اخواتي فكنتكي عليه هيدا هانتوما كتشوفوا الماء قلبتو كامل بهذه الطريقه وهي الطنجره ديالي هي كتغلي. فان شاء الله غادي نديه انا عندي الفحم يعني مجمر شاعل باش كيعرف المجمر او نافخ او فغنديه لتما وغنخليه ونغطيوه نوريكم ان شاء الله فوق الفحم. هانتوما البنات لما عملتو على الفحم المجمر فكنجيب المغلقه هانتوما كتشوفوا ولكن خليو النار تكون مهيله ما تعملوش الفحم بزاف. كنجيب هذه المغلقه كنغطي مزيان المغلقه ديالها ونحاول لان خصو يجي ثقيل ونشوف شي حاجه مثلا اللي ثقيله. مثلا عندي انا هذا المهراس وكنعمل عليه لهذه الطريقه بحال هذا الشكل هيدا باش ما كيبقاش يعني المغلقه محلوله وكنخليه يطيب. فرحت الله كما كنقولوا فرحت البال وتبارك الله عليكم حتى نتلاقاو في الطبق النهائي. البنات يلا على المجمر ما شاء الله تبارك الله كيفاش كيجي راهو كيتحمر بوحدو ما كنحمرو ما هكا كتخليوه على هذه الطريقه حتى كيجي بحال هذا الشكل هيدا هو محمر. انا غنعمل لكم في الطبسين باش تشوفوه وغنقدم لكم على طريقتين. انا غير حبيت نوري لكم باقي في الطنجره انا ما كنحمرو لا في الفران ما كنجدو ما كنديرو في والو يعني كيبقى على هاد الطريقه هادي فهمتوا كتشوفوا باقي يعني كيغلي ها هو على المجمر. اذا كيجي على هاد الطريقه كله محمر وزوين غنقدم لكم في الطبق باش تشوفوه. تبارك الله عليكم هذا الطبق النهائي كيجي على هذا الشكل رائع جدا جدا. هو هذا ما كتشوفوا يعني محمر قدامكم جبدتو وهو كيجي فتي كيتقطع بوحدو هانتوما كما كتشوفوا يعني فتي بزاف باقي سخون ما كنقدرش نقبط فيه. اذا كيتقطع ساهل كيجي غزال وانا كما قلت لكم كيجي على طريقه الخليع فعدلتكم بالبيض كما كتشوفوا ها هو ولكن جا زوين ما شاهدتكم ونسي ما ديرو شاهدتني راه ما خلاتنيش نكمل معاكم الفيديو. فتبارك الله عليكم اذا حاولتوا تجربوا بهذه الطريقه فهو مفيد وصحي وزوين وراه كيبقى لواحد الطريقه. اذا بغيتوا تخليه مثلا انا غير وريت لكم بحال هيدا مثلا بهذه الطريقه ولكن كتخليو فيه ليدام ديالو الا بغيتو تخبعوه وتحتفظوا به وكتعملوه في النبيره فكيبقى تقريبا حتى لمده 6 اشهر. هذا انا بتجربتي الخاصه ف6 اشهر ولكن ما تقيسوش بالماء او تعريوه مثلا تخليوه في النبيره فكيبقى مغطي بواحد الغطاء محكم. تبارك الله عليكم شكرا على التتبع والى اللقاء.